ولكن واحد الاقصاء واحد التهميش للفوارق السياسيه الاخرى. كاين كذلك الرؤيه البنيويه للموظفين، لانه لا يعقل ان جماعه باغي تخدم وباغي تحرك وما يمكنش يكون الموظف غادي في جنبك، لان الجماعه كتمشى في دو بيليه، بيليه ديال المنتخب السياسي اللي عنده القرار السياسي، وبيليه ديال الموظفين، لانه الموظفين يعيشون حاله ديال الاحباط النفسي. لاول خطره في جماعه الدراركه كيدار اضرب على الصعيد الوطني وما كتخدمش الجماعه ديال الدراركه. قبل ما كانتش الجماعه ديال الدراركه تعرف النقابه، ما كانش عندنا نقابه ديال الموظفين نهائيا، كيوقفوا جميع الجماعات المغرب ما عدا الجماعه ديال الدراركه تلقى الموظفين خدامين ديالها. وهذا العام شفنا مولود جديد اللي هي نقابه ديال الموظفين، لانه لا يعقل انه يكون موظف خدام وما تعطيش السوايع الاضافيه، يكون موظف خدام وما تعطيش التعويضات ديالو، يكون موظف خدام وما خدامش وهو مرتاح، لانه كيفاش بغيتي تكون عندك مردوديه ديال العمل؟ الا بغيتي تكون عندك مردوديه خص هذاك الموظف توفر ليه الظروف ديال العمل واليات العمل والتحفيز والتكوين، لانه ثلاثه الحوايج الا بغيتي ترقى بالاداره العموميه، تحفيز الموظف، توفير الارياحيه ديال العمل، وتوفير الامكانيات اللوجستيكيه والماديه للعمل. الموظفين جماعه الدراري اللي شفتوا ذاك النهار نهار السبت اللي هو البارح خدموا الفتره الزاويه جميع مراكز الحل المدنيه، ماشي عشان سواد عيون الاعضاء ديال المجلس، خدموا لانه السي عبد الله بن العظيم دخلوا بيرسون كيطلبهم، طلب السي مصطفى رئيس القسم. كذلك الموظفين حشموا وقالوا ودي حنا هذه الخدمه اللي غنديروا غادي نقدموها كصدقه جاريه للسكان ديال المنطقه ديال الدراري لاننا حنا منهم، لانه الا جينا نتسناوهم يخدموا وتكون عندهم واحد الحافز مادي ما غادي يخدموش، لانه لحد الان باقي ما شدوش التعويضات ديالهم. كاين كذلك مشكل كبير اللي كتعاني